تصور قديش انا ممنون منك يا ابني. يا سيدي يا عمي، انا عملت واجبي الحقيقه، وقد مو قلبي غليان على هالبنت قد ما لا سكره، اجيت اطمن لاعرف شو صار. يا سيدي اطمن، انتهت المشكله وكل واحد راح بحال سبيله. شفت شلون؟ الحمد لله اللي ظهر سوء النيه. بس تأذين، اعوذ بالله، والله ما بتروح لا تشرب القهوه. ابو صياح، ابو صياح، ابو صياح، شو لقيت كرسي؟ سلمى، سلمى. هي ابني من سيرتها دخيلك. غلطان يا ابو صياح، انا رحت كشفت على السجل هلا، كنت انا والمحامي. البنت حرام ظلمناها، لا مجوزه ولا مطلقه قبل هلا. اكيد اكيد، انا بلشت شكشك بالموضوع والفار عم يلعب بيعبي يا ابو صياح. شو يعني؟ يعني انا من رايي نروح نعمل زياره لابوها فورا، هلا قبل ما يضيع الوقت ويستفحل الخلاف. هلا يلا. يا عيب الشوم يا شرفت. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم منك، غلبت حالك. سلامتك من عيب يا ابني. ايه الله يرحم ابوك. تعيش يا عمي تعيش. بعدكم ساكنين يا ابني في نفس البيت اللي كان فيه المرحوم والدك؟ قصدك البيت يلي بحارة ال ايش؟ قول معي بالله، قول معي حارة الاغا يا ابني. لا لا لا، نقلنا منها زمان. وين ساكنين هلا؟ والله بالحمام. حمام؟ بقصد بحارة الحمام. اهلا وسهلا. بهالقامة يا عمي، الله يخليك، اخذنا من وقتك. يا مرحبا. عن اذنك دقيقة. يلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مرحبا ابو سلمى. اهلين وسهلين. مساء الخير عمي. اهلين. تسمح لنا من وقتك بشي خمس دقائق؟ اهلا وسهلا. تفضل تفضل ابو صياح. تفضل. لا والله شبري. تفضل. مرحبا. كت شو؟ اهلا وسهلا. هذا حضرتك؟ بقدمكم ابن صديقي المرحوم عبد الحفيظ افندي ابو الخال. رفيقه رفيقه. الحفيظ يحفظك. ومنين طلع لك هالاب على اخر الزمان؟ يا سيدي هذا ابي مو لزام، هذا من امي الثانية. بقى قلت لي عبد الحفيظ افندي. في معرفة سابقة ليش؟ هي معرفة وبس. هلا توضحت الامور كلها. انا كان قلبي دليلي يا ابو صياح. التعب 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 التعب. عمي عمي ابو سلمى. ايدي بزمارك ابي الله يرحمه، كان رفيقه. ايه تعال هو. الله لا يرحمك يا دجال يا دساس يا عونطجي. دجال عونطجي، ما هو سبب الخلاف لك؟ هو هو السبب الخلاف. افندي حفيظ افندي. والله العظيم حيرتوني، عقلك وعقل ابو صياح كل ساعه شكل. قلت لي انه حفله العرس انتهي، وهلا جاي تقول لي بدها تعمل حفله عرس. يا حرمي المصون، انت معك حق ونحن معنا حق. بايش؟ وهالتبديل هاد ما كان بارادتنا. صحيح بالاول اتفقنا نعمل حفله العرس هون، بعدين ابو صياح اختلف مع بيت حماه، هلا رجعوا اتفقوا مع بعضهم، وانا حلفت عليه للرجل اعمل الحرس عندي. يعني شو بتريدي؟ لكن يا حبيبي هذا بده استعداد قبل بوقت، بده قبل بوقت يا ابو حديد. نحن اخذين احتياطات. شو قلتي لي ابو ايه؟ ابو حديد. اذا اجانا صبي بدي اسميه حديد. اعوذ بالله. ليش؟ قومي سبعي تمك. ليش؟ انا من غير ذريه ما لي قدران اتخلص منك. بالله. وبعدين ما شاء الله صخر وحديد، بكره بنستورد اولادنا عن طريق سيمكس. شو حلو، لكن على الحاله ما رح يجينا اولاد ابدا. احسن. تعرف يا حسني افندي، فرح ابو صياح ذكرني بليله فرحنا. تنذكر وما تنعاد، المهم هلا ما بدك اسلني منوب، قومي اشتغلي، بدها تعب اليوم المساء بدها تصير الحفله عندك. طيب وين رح تصير التلبيسه؟ التلبيسه بالحمام، وبعدين بنجي لهون. طيب خلصيني. غيره انا رايح على السوق بدي اشتري بقيه الاغراض. الله معك. طيب. مرحبا حسني افندي. مرحبا. نعم جبنا لك الكراسي، وبسلم عليك ابو جميل، قال ما قدر يدبر لك اياهم كلياتهم موديل واحد، بعت لك اياهم مشكلين، باعتبار عنا تمسايه وصباحيه وعرس وطهور، وكلياتهم صرفوا بيوم واحد. بسيطه، الله يكثر الافراح.
خليهم يفوتوا هالكراسي، المهم نلاقي كراسي الناس يقعدوا عليهم. على عيني. خلي يفوتوا الكراسي، انا مالي فاضي استناهم، عندي شغل الدنيا برا. طيب يلا حبيبي يرضى عليك. على عيني. الله يعطيك العافيه، مع السلامه. يا سيدي اليوم بدها تصير تلبيسه المعلم ابو صياح هون. صحيح، مبارك سلف. الله يبارك فيك، شرفنا اليوم عشيه، كل الزباين واهل الحاره معزومين. بنتشرف خاطرك. اهلين وسهلين، مع السلامه. مرحبا يا معلم. مين؟ غوار؟ اخ خير ان شاء الله، شايفك مربط يا. والله امبارح عملت درس لابو صياح وحسني وعمون ما ينسوا بحياتهم. باين عليك والله، باين يا سيدي. اخي نعم. اذا ناوي تحلي. ايوه انا بالضبطك راضي بصراحه. ليش؟ بدي روح معزوم الليله على التلبيسه. على كل احوال اخي ابو فهمي انا مالي جاي احلي لك، انا بس جاي لعندك، جايب لك معي علبه مسكوت هي طيبه مع راحه الحلقوم. شو هالحكي؟ امسك عني يا عيني عليك، شو مزوق استني عليك. بدك بقى مشان هيك تساعدني مشان احضر التلبيسه تبع المعلم ابو صياح. تحضر التلبيسه، خذ علبه مسكوت هي ما دخلت. انا قد حلو راب صياح، خذ علبه مسكوتك وفرقني مشان الله. لك اخي انت ساعدني بشغله صغيره بس، باعتبارك انت رجال فنان، ركب لي بس هيك شوارب مشان يتغير كسمي. عم تقول انا فنان؟ طبعا فنان، لو ما كنت فنان كان عندك صالون قد الدنيا. شو عرفك؟ ها والله لا عامل لك شوارب يوقف عليهم الصقر. على عيني قلت لي فنان بابا، مو هي؟ حط سيدي حط. منو كرسي والحكي يا رب بتكون الفرحه فرحتين. يا ام صغر ام صغر يلي السكين تبع الزريعه، سكين الزريعه تمام خلصين. بس هذا الكرسي اجى مع كراسي الاجره. اي بعرف ما بدك معاونه ابن العام. لا ممنون، انت خليك بعيد شغله ما بتخصك. وحيك لنشوف خير. حاش حاش بدي تخلصني يا رب. شايف ابو صغر؟ ايه لك ابو صغر فوري جد خلص المسلسل هذا كله لانه نحس غوار بعيد عنا. اي والله والله معك حق يا ابن العم. يا رب وهيك لنشوف ايم ايدك بعيد عنا يا رب. وليش كل هاد حتى ما تلحقوا الرطوبه كمان لففتوا. الله يرحمها شو كانت حريصه. وليه لك ليك وبعدين ليك شو الظاهر شك على البنك يا حسني. انا كنت ناوية خبي هالمصاري بهالكرسي، لقيت جدك شافني وحمرت عينه عليهم، غيرت رأيي وخبيتهم بغير كرسي. ابو صياح نعم راح نكمل المسلسل.